من الكفاءات العلمية المشهود لها بالتمكن والإخلاص. اقتحمت ميدانا صعبا ودقيقا. هبة بناش مهندسة رئيسية بمركز أبحاث البيوتكنولوجيا منذ 10 سنوات. تخصصها يعنى بزراعة الخلايا والإشراف على البحوث عالية الدقة، كما كانت من العاملين الأوائل الذين اشتغلوا على تشخيص داء الكوفيد. عملت ليل نهار كمخبرية متطوعة خارج أوقات الدوام. مرحلة تاع كوفيد فوتها اون كو مساهمة في لو ديبيستاج تاع لا كوفيد 19. هنايا طول طون قريب لينا ساكنين في السنتر لابوغاتوار اكثر من الدار. يعني في الحقيقة إنسانة رائعة ناجحة في العمل تاعها، مواظبة بشوشة. يحتم عليها الواجب ولا طلبها الواجب على 8 تاع الليل جات، على الساعتين تاع الليل جات، على 10 تاع الليل كانت هنا، بالجمعة كانت هنا، خدمت في يعني خدمت كما نقولوا 24 ساعة على 24 ساعة. هذه المهندسة المتفوقة تعمل بمركز الأبحاث الذي يحصي 18 مخبرا بتصنيف عالمي. يكشف المركز أي تعديل وراثي للمنتجات الغذائية ويمنع تسويقها، يكثف بأبحاثه الحبوب، وللمركز أبحاث في التسميد الطبيعي حتى كواشف كوفيد طورها المركز البيوتكنولوجي. المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا الآن يعود من أحسن المراكز، ليس فقط على المستوى الوطني والإقليمي بل على المستوى العالمي، من حيث البنية التحتية، من حيث المشاريع التي بدأنا بإنجازها. مركز نوعي بإطارات عالية الكفاءة يسهم بفاعلية في الدفع بالاقتصاد الوطني، فلعامليه وعاملاته ألف تحية.